تعيش بعض الدول حالة انتعاش سياحية بعد عام ونصف العام من الركود بسبب جائحة كورونا. تشهد العديد من الوجهات السياحية إقبالاً يعتبر جيداً مقارنة بالعام الماضي، حيث نشاطات السياحة في بعض الدول الأوروبية التي عانت الصيف الماضي من إغلاق عام أسفر عن خسارات كبيرة في قطاع السياحة. للمزيد ينضم إلينا من بوردو الزميل ليث بزاري مراسل العربية. بونجور يا ليث، شربت القهوة تبعك؟ صحت؟ بعدني عم بشرب قهوة. صباح الخير، بونجور راوية، وبونجور نعاد العدل الإيطالي، ما ننسى. ها صباح الخير. طيب على هالجو يحق لك ما لا يحق لغيرك، خلنا احنا بالحر. نعم، يعني بدنا نحكي عن السياحة ببوردو. صحيح، هذه المدينة يعني يا ليث هلا أصبحت مصيف للكثير من الفرنسيين والأوروبيين، لماذا هي تحديدا؟ راوية، إذا حكينا بس عرفنا بسطرين عن بوردو. بوردو عرفها العرب باسم بردين أو بورذال، تقع على نهر الجارون خلفي على جنوب أو في جنوب غرب البلاد، بالقرب من مصب النهر عند خليج غاسكونيا، المحيط الأطلسي طبعا. يبلغ عدد سكانها 1,150,000 نسمة، هذا في الأيام العادية. أما في الإجازات فيضاعف عدد السكان إلى 10 أضعاف في فصل الصيف. تبعد بوردو ساعتين بالقطار عن باريس وساعة بالطيارة، ولها علمها الخاص بها الذي يرمز إلى تاريخها الملكي، إضافة إلى تاريخ وجود النبلاء فيها طبعا. فهي من المناطق التي تمتلك أكبر عدد من قصور النبلاء والملوك الذين تعاقبوا على حكم فرنسا، وتعد منطقة سانت ميليون في إقليم جيروند من المناطق الغنية جدا في فرنسا، بما تمثله من زراعة الكرمة فيها من أهمية، وأيضا بما تحوي من قصور فارهة وكثير في نفس الوقت. طيب ماذا عن السائح الفرنسي؟ السياحة الداخلية اليوم أصبحت سمة لعديد من الدول الأوروبية، السياحة الداخلية بعد أن تم إغلاق بعض المنافذ في أوروبا، ما الذي يبحث عنه هذا السائح؟ يعني هناك أسباب عدة عادل. السبب الأول طبعا للسفر الداخلي، السبب الرئيسي هو الكوارث الطبيعية شفناها. خلينا نأخذ مثلا مدينة بوردو كمثل، يعني الكوارث هنا تعد أقل بكثير في هذه المنطقة مقارنة مع المناطق الأوروبية والفرنسية الأخرى. والسبب الآخر لطافة الجو وارتفاع الحرارة وموجة الحر في الكوت دازيغ، طبعا هي شرق البلاد، أدت إلى النزوح السياحي هذه المرة إلى جنوب غرب البلاد. والسبب الثاني البعد الجغرافي، والكثير من الأوروبيين لا يودون مغادرة القارة لأسباب صحية، قد يكون السبب قلة الخدمات الصحية والمستشفيات في حالة الإصابة بكورونا لا سمح الله طبعا. والسبب الآخر السفر والتنقل بين أسعار التذاكر والإقامة في الفنادق التي وصلت إلى 4 أضعاف عادل أحيانا في بعض المناطق، مثل ما شفنا في ميكونوس. ويعود السبب طبعا تخفيف الإغلاق والسماح للمنتجعات والمطاعم والشواطئ الخاصة بفتح أبوابها في هذه الجزيرة، نحكي طبعا عن ميكونوس، وتدفق السياح في فوق الحد المعقول، ما دفع أصحاب الفنادق برفع أسعار بيع غرفهم إلى أسعار غير معقولة أحيانا. يعني صار في، لأنه كان في إغلاق استمر لفترة طويلة، فكتير في كان في تعطش للسفر والسياحة والتنقل إلى هذه الجزيرة طبعا وإلى مناطق أخرى، فهذا طبعا خوف الناس من الأسعار. طيب ليث، خلينا نتحدث عن الطقس ببوردو مطرح ما أنت متواجد. يعني عم نلاحظ من اللي عم ترتدي منه خفيف إلى حد ما، ولكن ليس صيف. هل بسبب التوقيت أو أنه الطقس فيها كيف لهذه المدينة؟
بسبب التوقيت اول شيء، لانها الساعه هلا بالضبط 10 دقائق بس، بعد شوي رح تكون الحراره 30، بطمنك رح تكون 30 درجه مئويه. خلينا نحكي عن ماذا يبحث، يعني عندنا فريزر يا لي، عن الامان ومن ثم 30 بس هون باوروبا شو خلي يقول 30 ناكل الموت، عن السائح عن الامان ومن ثم صحيح يبحث طبعا عن السائح عن الامان ومن ثم الهدوء. لذلك شفنا كثير من الاوروبيين وحتى العرب قصدوا جزر لم تكن يوما من الايام مقصد سياحي، شفنا ماديرا في البرتغال، شفنا فاليتا عاصمه جزيره مالطا وجزيره مينور الاسبانيه التي تبعد قليلا عن مايوركا وجزر الكناري وجزر كاب فيردي المقابله للسنغال. اما شمالا فالكثير من سكان الدول الاسكندنافيه قصدوا جزر الفاروي التي تقع بين اسكتلندا وايسلندا والمعروفه بجبالها الخلابة الخضراء وبحرها الهائج الخلاب الذي يتناسق مع مراعي الأغنام الساحلية. طيب ليث، بس من مشاهداتك في بوردو هل شاهدت سياح عرب خليجيين؟ يعني هل في هذه الكثافة موجودة كما السنوات السابقة ولا؟ بكثير، ولكن هناك شفنا كثير من بلدك من الكويت، شفت سائحين امبارح من الكويت وصلوا قبل امس الى هذه المدينه الى بوردو، سالتهم انه شو الهدف من الزياره، قالوا نزور مناطق جديده ما بنعرفها، خصوصا انه في كثير من المناطق مغلقه، ففضلوا انه يجوا هون على نهر الجارون، على 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 الحقول، على زياره المعالم التاريخيه. وهذا طيب. شيء حلو انه صار في يعني شويه انفراج في السياحه في اوروبا. جواك الله يا ليث مزاري مراسل العربيه، من وين؟ من بوردو. شكرا لكما.